أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من المفاهيم التي توجب انضباط الإنسان في سلوكه اليومي إحساسه بمالكية الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، رب العالمين مالك الملك. طبعا هنا أبحاث دقيقة، لم يقل مالك الأشياء، مالك الملك. هناك ملك، هناك مالك، هناك ملك. رب العالمين مالك الشيء ومالك المالك ومالك الملك. من ثمار هذه المالكية أن الله عز وجل بيده كل شيء، تؤتي الملك من تشاء، حتى ملوك الدنيا البار منهم والفاجر لا فرق. رب العالمين يقلب الأيام، يداول الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من يريد الملك، من يريد العزة، من يريد الخير، كلها في هذه الآية. هو يؤتي الملك، هو يعز من يشاء، وهو الذي بيده الخير. اليقين بهذا المبدأ يجعلك تقصر نظرك على رب العالمين. المتملق، المتزلف، الخائف من البشر، الراجي من البشر، هؤلاء المكر إلى آخره، هؤلاء لم يعتقدوا بهذه الحقيقة. أيضا من آثار الاعتقاد بالمالكية، أيضا سل الله عز وجل أن يجعل نسلك كما يحب ويرضى. بعض الآباء يريد ذرية تخدمه، ذرية تدر له المال، يفتخر ولدي هذا متخصص، ولدي هذا تاجر، ولدي هذا له ما له من الأموال. ما فائدة ذلك وأنت في قبرك وقيامتك؟ ما الحل؟ قل يا رب أنت هب لي من تحب وترضى. أيضا الآية تقول ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أيضا تريد الذرية سل الله عز وجل. تريد القرب، الآن ذكرنا الملك، ذكرنا العزة، ذكرنا الخير، ذكرنا الأولاد. خامسا تريد القرب والرضوان والغفران. أيضا ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هو المالك. في ليلة من الليالي بعد 40 سنة من المعصية أو أكثر، في ليلة تقوم بين يدي الله عز وجل، تغتسل غسل التوبة، تصلي ركعتي التوبة، تسجد سجدة يونسية، تقول يا رب أنت المالك وأنت الملك، اغفر لي الليلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما المانع؟ في ليلة واحدة تصبح من الناجين. لما؟ لأنه بيده الملك. إذن في حياتنا الدنيا من يدعي أنه ملك الملوك، أنه على رأس قوى الأرض،
الأجسام سخيف جدا. الرواية مروية عن النبي منسوبة إليه: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك سلطان السلاطين. من يسمي نفسه بهذه التسمية، هذه التسمية لا تليق إلا بالله عز وجل. من يدعي هذا الادعاء من أسوأ الخلق بين يدي الله عز وجل. وختاما، لو صرت ملكا، لو صرت ملكا في يوم من الأيام ماذا تصنع؟ هل هناك توصيات في هذا المجال؟ الملك هو الله عز وجل، والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الآن الناس سموك ملكا، ماذا تصنع؟ الإمام الصادق عليه السلام يوصي الملوك: أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال. الملك إذا صار ملكا لا بد أن يكون واجدا، لما يذكره الصادق عليه السلام: الرأفة، أن يكون رؤوفا بالخلق، والجود، لا يأخذ من بيت المال هو يعطي لبيت المال، أن يكون جوادا، وثالثا أن يكون عادلا. هنيئا لملك جمع بين الرأفة والجود والعدل. هذا الملك لا يخشى منه، هذا وارث الأنبياء من كان هكذا. من مواصفات الأمير والملك أن يكون أميرا على نفسه، شهوته في قبضته، غضبه في يده، مالك لنفسه إذا صار ملك النفس، ثم إذا صار ملك الناس لا يخشى منه. أمير المؤمنين يقول: خير الأمراء من كان على نفسه أميرا. هذا من صار أميرا على الغير لا يخاف منه. ثالثا من التوصيات، أمير المؤمنين كان حاكما، وهي حاكم بموازين أهل الدنيا، مملكة أمير المؤمنين تشمل بلاد الإسلام ما عدا الشام. أمير المؤمنين ملكه في فارس والعراق والحجاز واليمن ومصر، بعث مالك واليا على مصر، باستثناء الشام أمير المؤمنين كان حاكما. حكام هذه الأيام لا يصلون إلى ملكه، ومع ذلك يقول: من جعل ملكه خادما لدينه انقاد له كل سلطان، ومن جعل دينه خادما لملكه طمع فيه كل إنسان. يا له من تعبير، هذا التعبير لا بد أن ينقش على قصور الملوك. من جعل ملكه خادما للدين انقاد له كل سلطان. النبي الأكرم هكذا كان، قيصر وكسرى وغيرهم انقادوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أخيرة: في دار الدنيا أنت صعلوك مستضعف، لا يعتني بك أحد، لا ضير، هذه الدنيا تمضي، المهم أن تكون ملكا في الجنة. الإنسان العادي في الجنة ما حاله؟ فكيف إذا صار ملكا؟ من هو ملك أهل الجنة، ملوك الجنة؟ الأتقياء والمخلصون. وفي رواية عن أمير المؤمنين: ملوك الدنيا والآخرة
الفقراء الراضون، من رضي بالقليل من المال في الدنيا رب العالمين يجعله ملكا في جنان الخلد. اللهم ملكنا أنفسنا أولا، اللهم اجعلنا من ملوك الآخرة ثانيا، اللهم قنا شر السلاطين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم اجعل ملك الدنيا بيد وليك الحجة، أبلغه الليل سلامنا واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات. Yeah.